السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شهد الحديد ارتفاعًا قياسيًا في أسعاره هذه الأيام. وو الذي عرف زيادة في الأسعار فاقت نسبة 50% عن الأسعار القديمة ، خاصة لقضبان الحديد من نوع 6 ملم و 12 ملم ، التي فاق سعرها عشر ألف دينار جزائري. ما تسبب في شل عديد ورشات البناء وحالة من السخط والانزعاج من المواطنين ، الذين نظموا حملات مقاطعة الحديد تحت هاشتاق يطالب بتخفيض اسعار الحديد في الجزائر حيث قدرت اسعار الحديد في بعض ولايات الوطن كما يلي